بين هذه الخيام الراكدة على شاطئ مواصي خان يونس، يخرج مدرب كرة القدم مؤيد أبو عفش من خيمته إلى ملعب كرة القدم الوحيد المتاح في قطاع غزة، رمل الشاطئ بين خيام النازحين. المبادرة هذه مبادرة كرة قدم للأطفال الصغار، جاءت بمناسبة أنه ما فيش أنشطة رياضية، البنية التحتية تبعت الملاعب الرياضية كلها تهدمت، النشاط الرياضي كله توقف في قطاع غزة منذ 8 أشهر، الأولاد لم يجدوا ملجأ ولا حاضنة إلا الشارع، وبالتالي هذا أثر كتير على الحالة النفسية للطفل، أثر على الحالة البدنية للطفل، أثر على الحالة الاجتماعية للطفل، لأنه الرياضة أصلاً هي حاضنة تربوية ورياضية واجتماعية وبدنية. بهذه الأقدام الحافية ينضم أطفال غزة للمدرب مؤيد لممارسة هوايتهم وللترفيه عن أنفسهم وسط معاناة وظروف صعبة يعيشونها بسبب استمرار الحرب على غزة. طبعاً صعوبات بالغة واجهناها، إنه ما فيش ملاعب أصلاً، فيش بنية تحتية، فيش أدوات رياضية، فيش كرات قدم، فيش زي رياضي، حتى الأطفال بيجوا على التمرين حافين القدمين، فيش عندهم زي رياضي، فيش كرة قدم بصعوبة، قدرت أجيب كرة قدم، قدرت أجيب صافرة. 7 دقائق أو جونين، تمام؟ الفايز بضلوا، الخسران بطلع، تمام شباب؟ من نبصر؟ العائلات أبدت إعجابها بالمبادرة التي خلقت كياناً يضم الأطفال في ظل هذه الحرب المستمرة التي دمرت مدارسهم وملاعبهم وحدائقهم. أكيد في خوف، قطاع غزة كله معرض، ما في أمان في كل قطاع غزة، ولكن إحنا شعب تعودنا على العطاء، تعودنا إنه نعطي، تعودنا نمارس هويتنا، تعودنا نمارس حياتنا الطبيعية حتى لو كانت القذائف فوق رؤوسنا.